السلام عليكم. عليكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اللهم صلي وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعمل مع بعضينا الكسكسي. هي كوباية، واللي عايز بيكتر حسب الأنفار اللي عنده. كوباية بنحطها كده يا جماعة، ومعانا رشة الملح البسيطة دي عليه، ونقلبهم كده عشان الملح. بعد كده يا جماعة بنعمل ايه بقى؟ يلا بناخد المية كده يا جماعة بالرشاشة، نقسم كده اللي عنده رش تنسيمة كده ايه اهو، ما تعوز يعمل. وبنعمل كده اهو، شايفين يا جماعة، بايدينا كده واحدة واحدة اهو كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو كل الدقيق لازم يبقى بيدخل فيه المية، بس طبعا ايه المية بتبقى ايه، لو في حاجة سبراي كده يبقى حلو، ما فيش سبراي بيبقى نقط في الايد. خدش تاني اهو يا جماعة، ونقسم تاني برضو، ناخد بردك تاني ونقسم كده مية اهو، وبنعمل تاني نفس الخطوة اللي احنا عملناها. هنعمل كده كله بنفس المكونات ديت، ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني يا حبايبنا، وادي الدقيق، ادي الكسكسي اهو اللي احنا كنا بنعمله مع بعضينا اهو، فرجل شايفينه مع بعضينا. بنفضل نعمل فيه زي ما قلنا كده، نقسمه بميه ميه، ونعمل ويفضل كده نفركه فيه لغايه معانا، واي حاجه مكلكعه معانا هتتفرد معانا عشان ده مطرح الميه، لكن احنا ما نحطوش ميه كتير، يا دوبك كده، وما نعجنش فيه لان ده مش عجين اهو. هنا حبايبنا اهو كده، ونعمل كده بصوابعنا لفوق كده، هنرجع اي لكم حاجة تاني بقى. فيها كده هنكمل ونرجع لكم تاني. هنحط طبعا دلوقتي في الخلاط بقى، وبعد كده هنرجع لكم تاني يا جماعة. الكسكسي اهو، كده وان شاء الله هنسويه، هنحطه دلوقتي في اي قماشة ونحطه على البخار يستوي لمدة ساعة الا ربع. دي كوباية الدقيق اللي اتعملت. عملناه طبعا في المفرمة طحانه. ادي الكسكسي اهو، بصوا هنحطه على النار هادية بالتطبيقة دي اللي احنا شايفينها، نغطوه شايفين، نغطوه كده وبنوطه احنا كده، كنا معلين عليه النار زي ما احنا شايفين. بعد كده هنوطي النار عليه يا جماعة زي ما احنا شايفينه، طبقناه مع بعض جوه وحطيناه على المصفى وعلى البخار المية السخنة، وده البخار بتاعنا، هيطلع البخار على الكسكسي هيبقى ساعة الا ربع يا جماعة، ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني، ادي الكسكسي بعد ما المرحلة الأولى زي ما انتم شفتوا، دي المرحلة التانية خدناها وحطيناهم في الكبة، واهم بصوا جميل ازاي معانا اهو، فرول وبقى جميل. هنحط تاني المرحلة التانية بقى اللي هي التالتة، هتتحط على النار على مية دافية. يا جماعة بصوا ده على فكرة في معلقة زبدة، وفي طبعا معلقتين لبن اهو، هيتحط تاني على النار. هنرجع لكم تاني، هنحطهم على النار هنا تاني يا جماعه اهو بردك، نحمر المصفى تاني يا حبايبنا. ادي الكسكسي اهو بعد ما اتعمل المرحله الاخيره اهو، زي ما احنا شايفينه كده اهو، بس جميل ازاي شايفين البخار بتاعه والحاجة اللي انا وشي فعلاً كله دلوقتي. هنخديهم بقى في الاطباق ونرجع. يا جماعة الكسكسي رشينا عليه سكر بودرة، والطبق التاني اهو بردك سكر بودرة، وهنحط لبن، واللي عايز لبن بقى، اللي عايز مكسرات يحط زي ما هو عايز. طبعا بيشرب اللبن بطريقة ايه فظيعة.
اللي عايز لبن، اللي عايز مكسرات يحط كمان، حط جليتي كمان، يبقى حلو قوي. السلام عليكم.